يدور. هي بيك اب ويبن. اوتو اكويب، اوتو اكويب. اوتو ريبليس. راديو. أتوقع بالحدث إذا فتحت لحظة. ما في هذه المعلومات ما في معلومات عليها. ما انا جالس ادور دو من ذا اوبشن بوت، ما كسرت الجهاز. خاتم يقول لي ذا فوز إياه. ما يستشيل الاغراض كذي. هنو انت الاعدادات بالعربي، شوف عندك سويتش الاغراض كذا، اضغط اضغط مثل اضغط لي في النص مطول. لا استغفر الله، الستارت ستارت مطول، ستارت مطول. والله ما قوي اللي تجلس تلقط الاغراض كما الخبل. تبي تعشق سلاح بعد لازم تضغط مربع مطول. تعبئة القائد الموجود مفعل. وين مليني الطريقة يعني، ارخل الاعدادات بعدين وين اروح الإعدادات في ليش؟ ثاني وحدة بعدين حسب لي بعدين في القائمة الاولى ولا الثانية. طيب كويس، في خيارات حاسب. شوف القوائم كذا الخيارات، اي خيار. وظائف التاسعة وش وظائف؟ في القائمة الثانية، ايوه القائمة الثانية تاسعة وحدة. ايوه انا يا ابو العيال حوش ما يشيل وحده. هذه هي عاد تعبئة محمد. انا قصدي يعني يوم الاغراض يشيل الاغراض كذا. لا ما يسويش ما يسوي فيه. يا ذا يبا الوحيد ما في سي. يا عينك يا عينك، انا اركض. خلي نلعب الجثة بعدين نجرب في ده. ها واحد اسمه همبو يذبحها مخلط. اشوفك مهند. اوي لو تهمني الغبن. شوف الكلب. اوه تحصلت ابر مخدرات والعياذ بالله. وش السلاح هذا؟ مخدرات العيال. ام فور ما بدي. وهنا المصيبة اللوت، والله ما تعرف تلوت يعني. الرصاص ما يجيك وحده.
حلف اوكي اظني عرفت من وين سيقرب حظي اشوف الاعدادات هنود ايش رايك تفتح يوتيوب شوف في حد مو باغي قولي خلاص وش تراويني مالك؟ نوي وش تدمك؟ تفكر في اللي افكر فيه؟ يا اخي اللعبة فنانة ايه كيف هيلك ما يطيح هيلك الله قرب قرب صغراك اي يلا دوري اللي قيمش قولي اسف قولي اسف شاطرة بنيتش خراك والله اني عارف اي اللي اي سوي سوي اي اللي ضغط بس مربع ايه قل بابي كيف كيف تهيل كيف ويش مياو السلام عليكم ستارت تبي تستعمل ذيل الاغراض اضغط على السهم اللي تحت مطول تبي عندي هيل عندي هيل كيف عقلك هيل اوا لا 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 دوش الكاهن ضربي ضربي برو تعالي الزون تعطيك ذا عشان تركض نسيت انها ما تهيل وانا اضغط هذا تهيل لكن بعد فتره ايه اضغط مهند الجير مرتين بيخليك تركض وحدك وتعال عن الزون وين الجسر سباحه يعني نروح من القصر تقول؟ هلأ ماشي فايدة ترى عندك هيل؟ كيف تحول على يدي؟ كيف يعني؟ احول على يدي اخلي يدي تخلي يدك وش؟ اخلي يدي اللي يعني بس مد مثلث مطول مثلث مطول
جالسات يقتلون عمارهن وتوي لاجن يشرب من الزون. بالعافية. تعال فوق استوي. عين الغبي. أظني ذيك سيارة. يا رب سيارة. لا تقول لي ما يتحركن، ما يتحركن، خرج من اللعبة. هنور توصل؟ عندك هيل؟ إذا حصلت سيارة خبرني. انا عندي باندك. يا رب الزون بعيد. بس شوف، هو شوف انظر للجانب المشرق، اذا وصلنا ترى الزون يعني الثاني معنا. انتي مالش واقفة؟ هنود يا اخي الباندك بيخلص ما يكفي والله، ولكن يسوي شيء. ماشي سيارة البر. رجعنا حصل المنطقة خلال 5 ثواني. الزون الجاي يبدي؟ بدأ. مالك الزون الجاي قدامنا على طول إذا وصلنا. سيارة سيارة تعال. بصبر بسوي بندق، انا بموت. خلصنا. اوي هنود عندك هيل؟ بسرعة اني بموت. عقا 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 عقا. استاذ طلع طلع من هذه الخريطة. عقلي ايش ايش بموت. هيلني هيلني سري. انت عبي وانا بعبي وبركب سيارة وبسوق. انت عبي بعد تم. واحد الحمد لله. صوب عبي حبتي عبي حبتي حبتي ماشي. ما عندي دم البر. مرة انطلق انطلق عزوان. والله الوضع صعب.